الرسالة العامة أعتقد اللي راح تطلع من هذه الحملة الانتخابية وهذه الحكومة الجديدة هي نهاية تخبط اللي شفناه تحت المحافظين في السنوات الأخيرة. طبعا ممكن نتكلم يعني بتطول على 14 سنة الماضية، بس خاصة آخر 4 أو 5 سنوات الأداء الاقتصادي، تغير كل سنة والثانية رئيس وزراء جديد، تخبط كان كبير. ف أعتقد الجميع متفائل، والمستثمرين والشركات متفائلين بفترة من يعني خلينا نقول حسن الإدارة مستقبليا تحت إدارة كير ستارمر. هل هي حسن الإدارة أستاذ عبد العزيز أم فقط يعني إخراج المحافظين فقط من الحكومة؟ هذه نقطة جدا مهمة. طبعا لما تشوف الأرقام التوقعات، كير ستارمر صحيح أنه حزب العمال يعني يبدو أنه راح يكتسح بشكل كبير، بس بشكل عام كير ستارمر كإداري راح يكون أحد أوطى الإداريين اللي يدخلون إلى حكومة جديدة بريطانية، من ناحية التوقعات ومن ناحية يعني حب المواطن العادي وثقته به. فمثل ما ذكرت، هي جزء كبير منه التخلص من التخبط مع بعض التفاؤل بإدارة أفضل. ماذا نتوقع من حزب العمال في حال يعني كما هو متوقع حصلوا على الأغلبية وسيطبقون أجندتهم الاقتصادية؟ هل نتوقع أي تغييرات بارزة على الصعيد الاقتصادي والمالي؟ طبعا المشكلة الكبيرة اللي تواجه حزب العمال هو أنه من ناحية مالية المجال التحرك ضيق جدا. حزب العمال التزم بعدم زيادة الضرائب، فهذا يعني يقلل قدرتهم على الإنفاق أو زيادة الإنفاق بشكل كبير. لكن المسج أو الرسالة قاعد أسمعها أنه التوجه إلى النمو الاقتصادي، وهذا ممكن يرفع الدخل الحكومي حتى لو ما زادوا نسبة الضرائب على الأفراد. أنا أعتقد غياب التخبط والتغيرات السريعة بحد ذاته إيجابي. في كثير من الوضوح، والمتوقع أن يكون في كثير من الاستمرارية يعني التوجهات الاقتصادية، القوانين والتشريعات اللي راح نشوفها تحت حزب العمال. وهذا شيء ما شفناه أثناء المحافظين، لأنه كان كل سنة أو سنتين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة بالكامل. فأعتقد هذا يعطي الشركات قدرة على التخطيط للمستقبل والاستثمار في المستقبل، والاستثمار أو غياب الاستثمار من الشركات أحد أهم نقاط الضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة. لدينا دقيقة أستاذ عبد العزيز، قراءة الـ ISM للقطاع الخدمي الأمريكي التي أظهرت انكماش أدنى قراءة في 4 سنوات، إلى أي درجة لربما تحسم خفض الفدرالي للفائدة مرتين هذه السنة؟ نقطة جدا مهمة، وبدينا نشوف يعني من بعض أعضاء الفدرالي في تغير طفيف في اللهجة. هل هي تغير إلى درجة أنه يعني يكون في تخفيضين السنة هذه؟ أعتقد ما زال الوضع الاقتصادي قوي بحد كافي أنه ما نشوف تخفيضتين، بس قد نرى تخفيض السنة هذه. ولو سألتني قبل شهر كنت ممكن أقول لك لن نرى تخفيض السنة هذه.